بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم، أنا محدثتكم من فلسطين الرباط الأستاذة شوقية حواورة، أحييكم كل باسمه ولقبه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الورشة الرائعة عن برنامج رائع لتسجيل الشاشة وعمل المونتاج، ألا وهو الكامتازيا، مع ضيفنا في هذه الورشة بإذن الله من المغرب الحبيب الأستاذ عبد الحكيم الفتوحي. فأهلا ومرحبا بك أستاذ، وأشكرك على تلبية دعوتنا وقبولها بإذن الله، مع أمنياتنا لك بدوام التفوق والتألق والنجاح بإذن الله. شكرا لك، بارك الله بك، جعله الله في ميزان حسناتك. كما أرحب بضيوف الكرام من جميع أقطار وطننا الحبيب، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم. وكما قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما، فاللهم زدنا من علمك يا رب يا أرحم الراحمين، لأن العلم هو من يرفع الشعوب إلى القمم. فنسأل الله عز وجل أن يزيننا دائما بالعلم والمعرفة بإذن الله. وأيضا تفعيل التكنولوجيا مطلوب منا كمعلمين رقميين، فيجب علينا أن نستخدمه مع طلبتنا ومع زملائنا، وأن نفعل هذه التطبيقات بطريقة لائقة، وأيضا أن نفعل ونشجع مهارات القرن 21، وأهمها التواصل، التعاون، الإبداع، التفكير الناقد وما إلى ذلك. فإذا لنهرع بإذن الله إلى ورشتنا التدريبية، لكن أحب أن أعرفكم على بعض إنجازاتي قبل البداية. فهذه بعض الشارات بإذن الله وبفضله عز وجل حصلت عليها محليا وعالميا. فمثلا فزت بجائزة المدرسة الدولية، وحصلت على المركز الثاني في جائزة الرئيس للإبداع والتميز، كما أنني رئيسة جمعية معلمي اللغة الإنجليزية العرب، وترشحت لمعلم العالم ومعلم فلسطين. أنا عضو وقائد وسفير ومعلم معتمد ومدرب مجتمع وكلت، وسفيرة للعديد من المنصات العالمية التفاعلية كبانسي والكاهوت واليربود والكويزز وكلاس بوينت مجتمع التعليم وماينكرافت المعتمد وما إلى ذلك، والكثير الكثير. كما أنني خبير لمايكروسوفت للسنة الثالثة على التوالي. لا أريد أن أطيل عليكم، هذه بعض الإنجازات، والحمد والشكر لله، وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل. الآن أنتقل بكم إلى مدربنا المتألق، الخبير الدولي الأستاذ المغربي والمدرب اللائق إن شاء الله الأستاذ عبد الحكيم الفتوحي من مغربنا الشقيق. الأستاذ عبد الحكيم له العديد ما شاء الله من الإنجازات الرائعة، سوف أذكر بعضها. هو كما قلت عبد الحكيم الهاشمي الفتوحي من المغرب، وهو أستاذ السلك الثانوي إعدادي، وهو مدرس لمادة المعلوميات. أما عن بعض التكوينات والشواهد الحاصل عليها، فما شاء الله له سي في رائع ومليء بالإنجازات التي ترفع لها القبعات، ما شاء الله. هناك شهادة البكالوريا مزدوجة، شهادة الدراسات الجامعية العامة، شهادة الليسانس في الدراسات العربية، دبلوم في الإعلاميات، دبلوم تقني متخصص، شواهد تكوين في سلسلة برنامج جيني، شهادة تكوين في مجال السمع البصري ومركز تكوين صحفيون شباب، شواهد تكوين في توظيف في وسائل الإعلام والتواصل في التدريس، شواهد
التكوين في الاستعمالات والتعليمية للحاسوب والأجهزة المماثلة شواهد نجاح في امتحانات مايكروسوفت ام او اس ماستر، شواهد دبلوم المدرس الرقمي المتمكن حضوريا وعن بعد، شواهد المايكروسوفت التعليمية التقنية في التعليم، المدرس المبدع، مدرس القرن 21. أيضا له العديد من شواهد حضور ورشات تطييرية للتكوينات الإشهادية بالأكاديميات الجهوية للتربية، كما أن الأستاذ عبد الحكيم له شواهد المشاركة وإنجاح محطات أسبوع البرمجة الإفريقي أفريكا كود ويك، كما أيضا عنده شواهد الاستفادة من تكوينات في المجالات العديدة مثل دعم قدرات ومؤسسات المجتمع المدني، المهارات الحياتية، المقاربة التشاركية، مقاربة النوع والدمج الاجتماعي، تقنيات التواصل، مشروع المؤسسة المندمج، المشروع الشخصي التكويني، المشروع التجريبي، اليد في العجين، السينما والفيلم التربوي، إضافة إلى عشرات الشواهد التقديرية وشواهد المشاركة في تكوين وتأطير وتنشيط العديد من التظاهرات العلمية والتربوية والثقافية في مختلف المؤسسات التعليمية. ما شاء الله تبارك الله، وإن أردت أن أكمل ما شاء الله لن أنهي، لأن له أيضا العديد من الإنجازات، مثلا تنويهات من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على خلفية إنجاح التكوينات في مختلف المجالات التربوية والتعليمية والكثير الكثير. وأيضا هناك له هوايات عديدة كالمونتاج وإعداد المسابقات الثقافية الرقمية، البحث في عالم الإنترنت، لوحات الآيات القرآنية، السفر وتقاسم التجارب. تبارك الله ما شاء الله عنك أستاذ عبد الحكيم. أستاذ عبد الحكيم بارك الله فيك، ما شاء الله يعني سجلك مليء بالإنجازات المحلية والعالمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أستاذ رقمي مبدع متألق. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. الآن أترك لك الساحة لتعرفنا على هذا البرنامج الرائع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعيد بأن ألقى هذه الوجوه النيرة، وأشكرك أستاذة شوقي على هذه المقدمة المبدعة الجامعة المانعة، رغم أني أنا أحاول ما أمكن أن لا أذكر هذه، ولكن جرت العادة على أن نعرف أنفسنا أمام أحبابنا وأصدقائنا، ويسرنا أكثر أن نتقاسم معهم هذه التجربة المتواضعة. تحياتي مرة أخرى أستاذتي شوقية. أتقاسم الشاشة مسموح؟ الله يكرمك. نعم تفضل تفضل، أكيد. نعم ممتاز ما شاء الله تبارك الله، تفضل. جيد، هذا العرض التقديمي البسيط دائما أدرج فيه المحاضرات السابقة بعضها فقط للسيناس، وهذه محاضرتنا اليوم التي أشرف وأتشرف ب الحضور معكم إلى جانبها، ومسرور جدا أن أتعامل مع الوجوه النيرة أمثالكم أستاذ الشوقي من بلاد المرابطين وبلاد المجاهدين. أسأل الله تعالى أن يكون رمضان، أن يبلغنا رمضان سالمين غانمين، ويفرحنا إن شاء الله بيوم ما باسترجاع الأقصى الشريف، وبتحية إكبار وإجلال لجميع المجاهدين هناك وبجميع البقاع الدول العربية الشقيقة، ومن يحمل معنا هم أرض فلسطين الشقيقة، وهذا العرس أو الفرح الذي دائما لا يكتمل إلا إن شاء الله إذا فرح إخواننا هناك. كما قلت لا أضيف كل شيء، بارك الله فيك. ليس لدي شيء كثير أضيفه على ما قلت أستاذ شوقية، فقط تعقيب بسيط على أن الإخوة الأكارم، أظن أن معنا إخوة في رجال التعليم ونساء التعليم، ليس كذلك في هذه المحاضرة أو هذا اللقاء المبارك؟ نعم طبعا طبعا جيد طبعا أكيد إن جيد. شاء الله. جميل، فأنا أهيب بهم أن يكونوا أول من يستلهم ويغنم من هذه التكنولوجيات الحديثة، فليس من الصعب أن أكون مدرسا رقميا أو أكون من جيل القرن 21، فقط أمتلك الوسائل المتاحة وأتفاعل معها وأبحث قدر الإمكان على أن تكون
وسيلتي لأداء مهمتي التربوية التعليمية. هذا ليس أمرا مستحيلا، وبإمكان الرجال ونساء التعليم أن يكونوا الأوائل ممن يحظوا بهذا الفضل. نجد الآن في جميع المهن سواء الهندسة والطب وغيرها كلهم يغنمون من الوسائل التكنولوجية ويستخدمون البرامج، لا يكون دائما ما يسمى بالتحديث لا ميزاجور، وبالتالي فرجل التعليم هو الأولى أنه يغنم من هذه الوسيلة ويستخدمها في أداء مهمته الشريفة التربوية الرسالية التي هي مهنة تربية الأجيال وتعليمهم وتثقيفهم. إذن أمر مباشرة لركن التعارف كما تعودت دائما، وليكون اللقاء تفاعليا. الإخوان لديهم طبعا أغلبهم استخدم الكلاس بوينت، إن لم يكن كذلك فتكتبون في أكيد. جوجل. لا ما شاء الله، زين لا بتوقع معظمهم إذا مش كلهم ما شاء الله، لأني شايف الأسماء متكررة عندنا وعند زين زملائنا، وللجدد يدخلون، أكيد راح توضح لهم الطريقة يا أستاذ. لا بأس، إذا يدخلون على تفضل. جوجل يكتبون الكلاس بوينت نيو كلاس بوينت، يدخلون النسخة الجديدة للتطبيق، ثم يكتبون هذا الكود الذي هو 67518. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ممكن فقط من خلال المسح نعم على شاشة الهاتف على هذا الكود كيو آر، ويدخلون مباشرة معنا لهذا اللقاء. إذا الرابط تقاسمته مع الإخوة والأخوات في الشات، ضغطة واحدة تدخل نسجل الكود. ممكن كتابة أستاذة شوقي على الشات 67 ست كتبته سبعة. أستاذ، بارك الله فيك. كتبته وإياكم. أستاذة محفوظة، أستاذ خالد مرحبا، أستاذ هاني جمال، أستاذ مروة فاروق، أستاذ محمد رمضان مرحبا، أستاذة فتحية، أستاذ فاطمة صلاحات، نسأل الله تعالى أن يصلحنا جميعا، أستاذة نجاة، نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الناجين. جميل جدا، أستاذة شوقية مرحبا بك، أستاذ عبد اللطيف، أستاذ رايد، أستاذ وليد، سميرة قديري من المغرب مرحبا، أستاذ علياء بن صالح من تونس، أستاذ أسام الباحث أسامة حسين مرحبا بالجميع، يسري محمد من مصر الشقيقة، هي من ليبيا. جميل جدا، هذه الفسيفساء الجميلة من جميع الشعوب العربية الشقيقة والحبيبة. جميل جدا، إذا نرحب بكم بدورنا في هذا اللقاء إن شاء الله الممتع، والذي نتمنى إن شاء الله تخرجوا منه بإفادة مهارية على مستوى ليسافوا، وكذلك تطبيقية على مستوى ليسافوا فير، يعني ما يسعفكم إن شاء الله في أداء مهمتكم أو ييسر عليكم أداء مهامكم التربوية الجليلة. مشكورين مرة أخرى على التفاعل. إذا نكتفي بهذا القدر ونترك الفراغ لباقي الإخوة والأخوات للالتحاق بي فيما بعد. ونهدي للجميع طبعا هدية بسيطة رقمية طبعا في البداية، ونتابع. بالنسبة للمونتاج لكي يكون اللقاء في مستوى المطلوب، نود فقط من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يؤكدوا لنا إن كان تعاملهم أو امتلاكهم لهذه المهارات، مهارة المونتاج السمعي البصري خاصة ببرنامج كامتازيا، هي جيدة، يعني هناك الحمد لله معنا خبراء في الميدان، أم هي متوسطة أم أقل من متوسط أم ستستعملونه لأول مرة؟ جيد، إذا من خلال هذا الاستطلاع الرأي يبدو أن أغلب الإخوة والأخوات يستعملونه لأول مرة، بل هناك أول مرة يسمع به أو تسمع به. إذا سنحدو حدوى ضعافنا كما يقول المثل، سيروا سير ضعفائكم. إذا الإخوة المحترفين والذين لديهم علم متوسط يحاولوا مواكبة معنا طبعا، وسنترك حيز من الوقت للأسئلة والاستفسار والإجابات عليها إن شاء الله في نهاية الحصة.
نود أن نخرج إن شاء الله بنتيجة على الأقل 50% من الحاضرين أن يستفيدوا إن شاء الله تعالى ويستثمروا هذا الأمر في حياتهم المهنية. إذن قبل الحديث عن كامتازيا طبعا سنعود إلى النص. جيد، إذن هذه قراءة بسيطة وإن صح التعبير جرد لبعض البرانم التي لها نفس تؤدي نفس الوظيفة التي هي المونتاج السمعي البصري. مثلا هذا الموفي ميكر كان هو أصلا من منتوجات المايكروسوفت وموجود في الحاسوب في الويندوز في نظام تشغيل ويندوز. هذه نسخته الجديدة كما تلاحظون موفي ميكر. وهناك أيضا الكليب شامب، يعني من لديهم حساب وزاري في تعليم بو ام آ يعني لدى المايكروسوفت فيمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج، يعني كسواي وغيره من منتوجات المايكروسوفت هو موجود كذلك في الحاسوب ممكن استثماره والعمل به خاصة بالنسبة للمبتدئين تقنيات المونتاج الأولية. هناك أيضا البرامج التي لها تاريخ في المونتاج مثل يوليد فيديو ستوديو والفيديو ديليكس ماجيكس. هذا تقريبا أول نسخة كانت في 2008-2009 وحصل لها تطوير طبعا. للأسف شديد أنها ليست مجانية، طبعا يعطونك 30 يوم للنسخة التجريبية، بعد ذلك عليك أن تقتني النسخة الأصلية. سيبرلينك والباور ديريكتور ثم سوني فيغاس كلاهما أو تلتقي مع باقي البرانيم في هذه الواجهة التي ترون. دائما نجد شاشة هي تسمى شاشة العرض وخانة فيها ليزوتي يعني الوسائل التي نشتغل بها، وفي الأسفل يكون ما يسمى بالتايم لاين، لأن تقريبا هذه الأمور كلها موجودة في جميع برانيم المونتاج وتختلف من برنامج لآخر من حيث الموقع أو من حيث الأدوات التكميلية. هذا في المورا كذلك. وهذه كامتازيا النسخة الأولى التي ظهرت وكنا نشتغل بها آنذاك قبل الكورونا بسنوات، كنا ننتج بها للطلبة وكذلك للأساتذة مجموعة من الفيديوهات التعليمية التوضيحية. الأدوب بريمير العملاق أدوب بريمير الذي يشتغل به حد الساعة بالنسبة للمونتاج، وإلى جانبه الأدوب أفتر إيفكت هو خاص فقط بالمؤثرات البصرية ويدمجان مع بعض لإنتاج فيديو تعليمي، ليست فقط الفيديو التعليمي إنما حتى البرامج الثقافية والروبورتاجات ذات طابع احترافي. بالنسبة لتسجيل الشاشة لدينا مجموعة من التطبيقات والبرامج التي يمكن الاستعانة بها وهي مجانية مثل فورما فاكتوري كما تلاحظون، هذه واجهته يمكن تحميله من خلال جوجل طبعا والاشتغال به لتسجيل الشاشة، لكنه فقط يسجل ما تشتغل به وما تقوم به على مستوى الشاشة ويضعه لك على شكل فيديو في الحاسوب، وبالتالي فأنت مضطر للاستعانة ببرامج أخرى للمونتاج لتقطيع الزوائد وإعادة تعديل المادة لتكون في متناول الفئات المستهدفة. الموفي سكرين كذلك ريكورد هو تسجيل الشاشة ولكن يعطيك حيز متواضع للمونتاج. فاسون كذلك هو لتسجيل الشاشة. برامج خاصة فقط بالتعديل الصوتي، يعني لدينا أصوات مثلا فيها لقطات أو أصوات مزعجة نود تحسينها، نستعين بالأوداسيتي أو النير ويف إديتور، هذان هما المشهورين، علما أن هناك تطبيقات أخرى يمكن العمل أو منتج الصوت على مستواها أو في إطارها. بالنسبة للهواتف لدينا بعض برامج المونتاج على مستوى الهاتف كما تلاحظون على اليسار VN والكاب كات. الكاب كات لديه نسخة للحاسوب هي ليست مجانية ولكن يمكن تفعيلها بطريقة معينة. الفرق بين الـ VN والكاب كات على مستوى الهاتف أن هذا يدعم اللغة العربية، في حين أن الكاب كات يلزمك تنزيل برنامج آخر الذي يحول الكتابة العربية والكتابة طبعا الحروف لتكون بالشكل الجيد والمطلوب. آنذاك يمكن وضعها في الفيديو التعليمي قبل الإكسبورتاسيون، يعني قبل إخراجه على شكل مادة جاهزة للاستعمال. طبعا نصائح قبل البدء في عملية مونتاج، ليست كل الحواسيب جاهزة لأنك أن نقوم بعملية مونتاج على مستواها، فالمطلوب دائما هو أن نكون لدينا مقاومة حاسوب جيدة. نتحدث عن الكارد جرافيك اللي هي العلاقة بالصوت والألوان وعفوا الصورة والألوان والضياء إلى حد ما. لارام
تكون على الأقل 4 جيجا، على الأقل 4 جيجا، لو كانت 8 جيجا فما فوق يكون أفضل، لكن على الأقل إذا أضفنا برنامجين أو تطبيقين قد نجد مشاكل على مستوى الحاسوب ونعاني من التوقفات الكثيرة، وبالتالي ننصح بأن تكون مقومات الحاسوب في المستوى المطلوب لكي تنجح عملية المونتاج ولا نجد مشاكل بعدها. ثم أمور أخرى، إذا توفر لدي الحاسوب بالمقومات التي تحدثنا عنها آنذاك يمكن لنا القيام ببعض الأمور التنظيمية لتساعدنا على عملية المونتاج، لأن يوما بعد يوم أنت تقوم باستيراد فيديوهات، صور، صوتيات، مقاطع موسيقية وتعليق صوتي، وبالتالي هذه الأمور، هذه المواد تتكاثر يوما عن يوم وتتكاثر معها المشاريع التي أنت ستقوم بمنتجتها. قد تجد مشاكل في البحث عن مشروع سبق لك أن اشتغلت عنه مدة من الزمن، بالتالي يجب فقط تحديد ملف، يعني أنشئ ملف، وطريقة إنشاء ملف كلنا يعرفها، ضغط بالزر الأيمن للفأرة إنشاء ملف أو مجلد نسميه مواد أو ملتي ميديا، مجلد آخر نكتب فيه مشاريع أو بروجكت، ومجلد آخر لحفظ فيديوهات التي ننتهي من منتجتها ونقوم بإكسبورتها، يعني إذا لم أضعها في قناة اليوتيوب يمكن على الأقل أن أضعها في ملف أو مجلد خاص وتسميتها طبعا بمحتوى حسب المحتوى، آنذاك يمكن العودة إليها كلما احتجتها. الآن قراءة في العناصر الواجهة الرئيسية للبرنامج الذي هو كامتازيا والذي حدثنا عنكم منذ قليل، والذي يسعفنا في تشغيل الشاشة والمونتاج، يعني حذف الزوائد وإضافة مؤثرات بصرية وتعليق صوتي والتخلص من كل ما يمكن أن نتخلص منه وإخراج ذلك على شكل فيديو، يعني كل ما نقوم به على مستوى برنامجين أو ثلاث نقد نجده فقط في برنامج كامتازيا، والذي أنصح به إخوتي الكرام لمن تأتى له اقتناؤه، فهو على الأقل 300 دولار، ولكن لفائدة رجال ونساء التعليم هناك تخفيض بنسبة 200 و أظن 212 أورو على ما أظن، لما أطلع مؤخر، ولكن آخر ثمن على ما ذكر لي الإخوة المسؤولين في تيش سميت الذين يشتغلون على إنتاج البرنامج، وقالت لي المسؤولة أن هناك ثمن أو هناك مبلغ مشجع محفز لرجال ونساء التعليم، وكتبت لي 200 وكذا دولار، عموما سأتقاسم معكم إن شاء الله ثمن إذا للراغبين في اقتنائه طبعا، ولكن التفعيل ممكن إذا أنا تقاسمت رابط تحميل البرنامج مع أستاذة شوقية وأظن ستتقاسمه معكم، يمكنكم الاشتغال على النسخة التجريبية لفترة 30 يوم أو أقل، آنذاك نمكن أن نتواصل بشكل منفرد لكي نوافي كل أخ أو أخت بطريقة تفعيل. الصوت مسموع أستاذة شوقية؟ نعم ممتاز، أتقاسمه الآن معهم الرابط؟ تقاسمي معهم، إذا أراد بعض الإخوة أن يشتغلوا معنا في نفس الوقت لا بأس، على أساس أن يتابعوا معنا في الهواتف أو الألواح الذكية ويشتغلون على مستوى الحاسوب. رابط التحميل أتقاسم صح؟ رابط التحميل نسخة كامتازيا 2021. نعم ممتاز، يس هيها موجود، تمام إن شاء الله. إذن سأرسل لكم رابط كامتازيا 2022، هيو في الشات تفضلوا عشان اللي حابب يطبق خطوة بخطوة مع الأستاذ بيكون أفضل، تفضلوا هيو وصلكم. إذن في انتظار أن يتم التنزيل إليكم قراءة في الواجهة الرئيسية لبرنامج كامتازيا الرائع. إذا بدأنا من فوق هناك أدوات خاصة بضبط الشاشة كما تلاحظون فيها نسبة 100% على مستوى الرؤية، إلى جانبها هناك العلامة الليغونية، يعني إذا أردنا أن نقتص مثلا من الشاشة جزء معين ونتخلى عن الجزء الآخر، وهذه اليد عفوا هذه السهم الأخضر هو لتفعيل علامة الليغونية هذه، وهي موجودة التقنية موجودة في منتوجات المايكروسوفت الباوربوينت وغيرها وحتى الوورد مايكروسوفت وورد، حينما ندمج صورة يعطينا هذه الخاصية، يعني يمكن اختزال أو الاكتفاء بجزء منها فقط. على اليسار هنا القائمة الرئيسية التي نجدها في جميع البرامج بداية من فيشي إلى أد أو طلب الأسئلة والاستفسارات، مروراً
بالإيديسيون والموديفيكيشن والأفيشاج وغيرها. تحت مباشرة هناك زر تسجيل الشاشة عفوا، وهذا الأمر هو متاح في البداية حينما نفتح البرنامج، فإذا رغمنا في تسجيل الشاشة مرة أخرى نجده في المتناول هنا على اليسار. في أسفله هذه كلها لوحة القوائم الأساسية، وكلما ضغطنا أو نقرنا على قائمة للاشتغال عليها تفتح واجهتها هنا حيث يشير هذا السهم. الآن مثلا لدينا لوحة مثلا أو قائمة Element Multimedia هي الآن مفعلة. إذا ضغطنا مثلا على بيبليوتيك تفتح لنا في هذه الواجهة وفابوريت وهكذا إلى أن ننتهي من جميع قوائم هذه اللوحة. في الأسفل هنا بلس يعني زائد، ممكن نجد بعض القوائم الأخرى المختفية هنا، إذا رغبنا فيها نضغط على بلس وتبدو لنا هذه الخانات ونختار منها ما شئنا. أدوات المونتاج هي هذه التي يشير إليها هذا السهم، بداية من هذا السهم اليسار الذي يمكننا من العودة إذا قمنا بعمل لا نرغب فيه ونود العودة إلى الخلف. ثم في الجهة الثانية يعني نقوم بعملية أو نرغب في المرور أو الانتقال إلى العمل الثاني الذي قمنا به، مثلا قطعنا جزءا من الفيديو وترددنا بعد ذلك نود أن نعود إلى إرجاع ذلك المقطع، نضغط على هذا السهم. هذا المقص وهذه العلامة علامة القطع يؤدي نفس المهمة إن شاء الله، حين نمر إلى الورشة التطبيقية سنعرف مهام كل هذه العناصر. ناقص وزائد هاته تمكننا من تصغير أو تكبير هذا الحجم حيز الاشتغال الذي يسمى التايم لاين. إذا كان الفيديو طويل أو المادة التي نشتغل عليها كبيرة جدا يمكن الاستعانة بهذا التصغير لكي نرى الحجم بكامل يعني المادة بكاملها. كذلك يمكن نفس العملية نقوم بها بهذا هذه النقطة البيضاء هنا تحت الشاشة، تقوم بنفس مهمة هذا الزر. وهذه أزرار التشغيل كما تعلمون، تشغيل الميديا إذا كان الأمر يتعلق بفيديو، نضغط على بلاي لي كل مرة كلما اشتغلنا وقمنا ببعض التقنيات نقوم بالتفرج على هذا الأمر لنرى إلى أي حد طبقنا ما نود أو القيام به. هذه ما تسمى بليبيس يعني لدينا لحد الآن ثلاثة، ولكن يمكن مضاعفتها إذا كانوا لميديا أكثر من ثلاثة أو أربعة. مثلا لدي فيديو أود تطعيم أو إضافة فيديو آخر، ثم أود أن أضيف صورة، ثم مقطع صوتي، ثم موسيقى، بالتالي نحتاج إلى مزيد من هذه الأشرطة التي هي ليبيس. أنا ذلك يمكن الاستعانة بهذا رمز زائد الذي أشير إليه هنا. على اليمين لوحة خصائص، حينما نقول خصائص يعني خصائص المادة التي نكون قد تحددناها، نقول أحيانا التحديد أو التضليل، يعني نقرة واحدة تكفي لأن نضلل مادة معينة سواء كانت مقطع صوتي أو مرئي أو صورة أو غيرها، نقرة واحدة فتبدو لنا هذه لوحة الخصائص. إذا رغبنا في إخفائها نضغط على Property يعني الزر الأخضر فتختفي، وإذا أردنا أن نظهرها من جديد نقرة واحدة تكفي لإظهارها. في الأسفل في الأعلى عفوا نرى هذا الرمز رمز الفيديو، وهذا الآر الذي يرمز الكتابة النص الذي سيرافق الشرح أو الفيديو التعليمي، وهذا الآر كذلك هي من annotation يعني نص ولكن له خلفية. كما يمكن إضافة الصوت إذا كنا بصدد الاشتغال الصوت ينضاف رمز هنا للصوت. إذا هذه القائمة أو الخانة الخاصة بالخصائص. ثم زر exportation أو exportation الذي من خلاله إذا أنهينا عملية المونتاج واقتنعنا بعملنا أنا ذاك يمكن إخراجه على شكل فيديو، وحين نضغط عليه يعطينا قائمة اختيارات من أن تود أن تنزل الفيديو في قناة اليوتيوب أم تنزله على مستوى مادة فيديو أم اختيارات أخرى. وأنا أنصح أن نختار دائما الخيار الأول الذي هو مادة على شكل فيديو ليتم الاحتفاظ به على مستوى الحاسوب في أحد القرصين سي أو دي. آنذاك يمكن بعد التأكد من صحته ومن جودته أن نوضعه في قناتنا على اليوتيوب أو تقاسمه عن طريق لفلاش ميموار أو ما يسمى بكلي يو اس بي وغيرها مع الأصدقاء والراغبين في ذلك المنتوج. إذا لم يكن هناك سؤال أستاذة شوقية نمر إلى يا ريت إذا لحد الآن كل شيء تمام تكتبوا لنا على الشات رقم واحد.
بصراحة بعد إذنكم تفضل. أنا أسئلة شوقية. نعم، أنا بحكي معاهم على الأساتذة الحضور، إذا كل شيء جيد. لحد الآن تمام يا ريت تكتبوا لنا رقم واحد، تعملوا لنا إيموجي نشجع المدرب، خليه يستمر، خليه يتنشط معانا مشان نتنشط معاه، أو بارك إلا الله. يعني زي ما بدنا من المدرب أكيد المدرب بده منا. شكرا لكم، يعني ما شاء الله جمهورنا رائع يا أستاذ عبد الحكيم، بارك الله الجمهور متفاعل ما بدعواتك شاء الله، تفضل أتمنى أن أكون في المستوى المطلوب. إن شاء الله. هذه عليكم الله. كما عهدنا ذلك، هل من سؤال؟ تفضل. لا لا اتفضل، يلا اتفضل، كلهم ما شاء الله بيثنوا عليك. جيد. حين نشتغل على كامتازيا، نفس الشيء بالنسبة للاشتغال على مواد المايكروسوفت، نحتاج أحيانا إلى ما يسمى بالراكورسي كلافي، يعني نحتاج إلى استثمار لوحة المفاتيح، وبالتالي فهذه كلها مختصرات يمكن القيام بها إذا تعذر الاشتغال بالفأرة، فلدينا ما يقابلها في لوحة المفاتيح، وهذا الأمر إن شاء الله يمكن أن نخصص له وقتا خاصا، ليس ضروري ولكن يمكن أن نحتاجه يوما ما، وهو بلي براتيك، يعني استخدام لي راكورسي كلافي يجعلك تشتغل بكل أريحية، ولو أن الاشتغال أحيانا حسب الشخص الذي يستخدم الحاسوب هو وراحته، زي ما بنقوله هو وراحته، يعني وجد نفسه أو ذاته في الاشتغال الحاسوب على مستوى الأزرار لوحة المفاتيح، فبها ونعمت، إن لم يشأ فيشتغل بالفأرة يكون أفضل. بالنسبة لي ورشة المحور التطبيقي، هذه الفقرات التي نود إن شاء الله الاشتغال معكم على مستواها، جلب المواد للاشتغال عليها، ثم ترتيب العناصر في الشريط الزمني، استخدام أدوات المونتاج، قراءة عامة، إضافة إلى التعليق الصوتي أو الموسيقي على فيديو تعليمي، ثم إزالة الأخطاء، وهذا الأمر مطلوب في المونتاج طبعا، غالبا ما نحتاج إلى قطع ما يسمى بالزوائد أو إخفاء عناصر مشوهة، هذه تقنية أخرى، تغيير الخلفية، إضافة فيديوهات إلى الفيديو الأصلي وما يسمى بتقنية الماسك، ثم استخدام أدوات الأنوتيشن واستخدام أدوات الكومبارتمنت لإضافة مؤثرات بصرية، استخدام أدوات ما يسمى الترانزيشن لإضافة مؤثرات بصرية بين مقاطع الفيديو أو الصور، استخدام أدوات الأنيميشن لاستخدام تقنيات زوم وغيرها. ثم هناك رابط لمن وجد أحد المشاكل على مستوى هذه النقاط كلها والمحاور، سيجده في من خلال هذا الرابط، رابط قناة اليوتيوب التي وافتكم به أستاذة شوقية ربما، أو ستوافيكم به إن شاء الله أثناء هذا اللقاء. نعم أرسلته، أرسلت كل الروابط جيد في الشات. جيد، ليطمئن جميع الإخوة والأخوات حتى المبتدئين إذا رأوا الأمر صعب جدا، أنا لا أظنه كذلك، ولكن يمكنهم العودة إلى بعض مقاطع الفيديو التي لخصت فيها هذه التقنيات، بل أكثر من ذلك أنا كل تقنية وضعت لها فيديو خاص في حدود ما بين دقيقتين أو 3 دقائق إلى 4 دقائق، أتحدث عن تقنية واحدة من هذه التقنيات كلها، آنذاك حينما يضبطها الأخ أو الأخت يمكنه الانتقال إلى التقنية الثانية، حتى لا أثقل كاهلكم بفيديو طويل من ساعتين أو 3 ساعات لكل تقنية، وسميت الفيديوهات بأسمائها، يمكنكم اللجوء إليها كلما شئتم، فالأمر بسيط للغاية. إذن هذا فيما يخص العرض النظري، الآن نمر إلى التطبيق في انتظار تأكيد إن كان الإخوة أنهوا التنزيل البرنامج على مستوى حواسيبه. أستاذة شوقية، هل من الردود نعم بخصوص التنزيل؟ هل تم تحميل نعم في ناس، البرنامج؟ في رقم بدون اسم حاطط تم التحميل والتفعيل، وفي ناس طلبوا الرابط مرة أخرى بعثت لهم إياه، في كمان أكد هذا الرقم إنه تم. نجاتي مشير بتقول للأسف النت ضعيف، أنتظر. مش مشكلة يا أستاذة، أنت بتتابع إن شاء الله مع الأستاذ وبتتابع التسجيل إن كانت عندك مشكلة الآن في الإنترنت. بارك الله فيكم. إن شاء والأستاذة الله. خولة مريش بارك الله فيها كمان شاركت رابط التنزيل على مجموعاتها، بارك الله فيها.
جميل هي جدا. خديجة حكت إنه تم التحميل، إيمان المنكوش قالت تم التحميل، علياء بن صالح نحاول ونتابع، ما شاء الله كل التوفيق، نجاة بتقول تمام بارك الله فيكم. الرقم بحكي هذا 7، بحكي النسخة 2021 وليست 2022، صحيح يا أستاذ؟ 21 22 لسه ما نعم مضاش على الإشارة. لسه. تمام. فاطمة تحكي بتمة بارك الله فيكم، رابحة قالت بنحاول. واصل أستاذ إن شاء الله، معناته الأمور طيبة، لأنه في ناس بيحكوا ما فتح، لا لما فتح مع ناس معناته تمام. تفضل. جيد، إذا بعد عملية الفتح نعرج على عملية تنزيل بشكل سريع. إذا لدينا 3 عمليات، عملية تحميل ثم التنزيل ثم التفعيل. التحميل هذه طريقة تنزيل البرنامج على الحاسوب. بالنسبة للاشتغال على الكامتازيا، إذا نفتح بالطريقة المعهودة، كليك دغوا أوفغيغ. معلش تعيد الطريقة، طالبين منها على السريع لو سمحت. نعم، في الأستاذ يسري حاكي would you kindly repeat the setup process، كيف بدنا نعمل التحميل؟ ممكن تعيدها؟ التحميل من خلال الضغط على الرابط أو التفعيل، أو نعم هل يقصد مستر التفعيل؟ يسري. Yes, so you can just press on the link, then you can download it. Okay, I will send it another time. الله أكبر الله أكبر. أوكي Okay, كمل أستاذ تفضل. جيد، إذن حينما مستر نفعل يسري. Yes, sorry. Mr. Yusri, the link is in the chat box. You can just press on it, then you can download Camtasia. Okay, thank you. Yes, تفضل كمل. جيد، إذن بالنسبة للبرنامج حينما نفتحه، هذه واجهته الأولى، يعطينا 4 خيارات كبرى، والتي هي أوفغيغ بروجي، أوبن بروجكت، يعني نكون قد اشتغلنا عليه سابقا، وهي المعروضة أمامنا هنا. أنتم مدام الأول لأول مرة ستجدون هذا المكان فارغ، وكلما اشتغلتم على مشروع سيتم تسجيله هنا في هذه الواجهة. إلى جانبه نوفيل انغوجيستخومون، يعني تسجيل الشاشة، ثم كري ابارتيغ دان موديل، يعني نماذج جاهزة. سنريكم إذا تبقى من الوقت كيفية إنشاء دي موديل والاشتغال عليها، لأنها توفر الوقت على أي حال والجهد، وإعادة مجموعة من التقنيات نقوم بها دائما. هذا الموديل تنفعنا في أننا نحتفظ نشتغل عليها مرة واحدة كشكل قوالب، ثم نعيد منتجات باقي الفيديوهات التعليمية على غرارها، بالتالي لا نحتاج إلى بعض التقنيات نكررها كل مرة. نيو بروجكت يعني نوفيل بروجي، مشروع جديد. نقرتان وننتظر أن يفتح البرنامج. الإخوة الذين تمكنوا من تنزيل البرنامج يمكنهم فتحه والاشتغال معنا خطوة خطوة كما ذكرت أستاذة شوقية، مشكورة. إذن هذه هي الواجهة الثانية، واجهة المونتاج والاشتغال على المواد السمعية البصرية. استقطاب هذه المواد أو استيرادها للبرنامج من خلال الضغط على import importer un element. على فكرة أغلب الإخوان ربما يكون لديهم برنامج بصيغة باللغة الإنجليزية، فليس هناك فرق على أي حال. يمكن أن يصور أو يلتقط الشاشة، مثلا يلتقط صورة للشاشة، والأزرار هي نفسها، الأزرار هي نفسها لا تغير، حتى الأسماء أحيانا مثل annotation هي annotation، مثلا compartment transition إلى غير ذلك. إذن effect عوض effet visual، إذن ليس هناك فرق على مستوى التسميات. نضغط قلنا على importer un element، ثم نستقطب مثلا مادة معينة. أنا سأختار فيديو أستاذة شوقية، مشكورة. ثم أختار صورة importer un element. لاحظوا معي هنا لدينا طريقة ثانية، هو الزائد هذه أيضا يمكن من خلالها استيراد مواد ميديا أخرى. صورة أستاذة شوقية لما لا، ثم
الأصوات يمكن الاستغلال مثلا بيبليوتيك، مثلا أختار بيس دو ميوزيك وأختار موسيقى، مثلا مقطع موسيقي. جيد، إذا لدينا المقطع الموسيقي فقط. الآن سنعود إلى إليمون ملتي ميديا لنختار مثلا مقطع الفيديو نضعه فوقه. والطريقة التي كما ترون هي تقنية كليكي جليسي، يعني السحب فقط. كما يمكنني أن ننقر مثلا بالزر الأيمن واختار الخيار الأول أجوتي أو مونتاج دو لا تيت دو ليكتور، يعني أضع هذه الصورة كما تلاحظون هي انضافت هنا، ويمكن تحريك الصورة أينما شئت، كما يمكن تحريك الفيديوهات كذلك إلى أي مكان شئت. مثلا نود سماع موسيقى فقط قبل أن يبدأ الفيديو، مثلا هكذا. جيد، إذا هذه عملية استيراد أو استقطاب المواد السمعية البصرية إلى منطقة المونتاج أو ما يسمى بالتايم لاين. الآن نختار مثلا داس، لأن الفيديو الذي اختارته الأستاذة شوقية فيه موسيقى تفادي للموسيقى لمضاعفة الموسيقى، إذا ننقص الصوت قليلا في الموسيقى، ثم نختار فيديو فيه درس مثلا تعليمي. ديو دورة تدريبية دياب أوريخ. إذن هذا فيديو. جيد، هذا الفيديو ليس فيه صوت، يعني محاور درس معين بدون صوت. الآن سأحتاج إلى إضافة تعليق صوتي، لأن لدينا هنا في كومونتير فوكو، إذا لم نجد هذا الرمز الميكروفون نبحث عنه في بلوس، ونجد هنا في فيزويل و في أوديو، ثم نختار منها الكومونتير فوكو. حينما نشتغل عليه مرة واحدة ينضاف إلى هذه القائمة. إذا الحين نضغط على، لو سمحت تحكي بالعربي عشان مش الكل بفهم فرنسي وأنا منهم طبعاً. نعم أستاذ شو، يعني التكوين هنا تكوين فرانكوفوني، ويعذرنا الإخوة والأخوات. هو الفرنسية، نعم هي الفرنسية فقط على مستوى الأسماء، أسماء هذه الأزرار. أما هو بالنسبة للإنجليزي كل أخ أو أخت يمكنه الاشتغال بلغته الخاصة وحسب مادته التي يدرسها، للأطفال مثلا الابتدائي أو إعدادي أو ثانوي تأهيلي، والمادة كل يشتغل على مادته، ليس هناك فرق. فقط هنا على مستوى الواجهة الأزرار كما تلاحظون هي مكتوبة باللغة الفرنسية، ولكن يمكن أثناء التنزيل أو أثناء تنزيل البرنامج يمكن اختيار لغة قبل الضغط على سويبو كما ذكرت في البداية. حينما ننقر على سيت اب نختار اللغة الإنجليزية، ومن يريد اللغة الفرنسية يختار الفرنسية ثم يضغط على سويبو يعني النكست، وهكذا بعد ذلك يكون التنزيل أو البرنامج كله باللغة التي اخترتها في البداية. نحن مثلا الآن في باللغة الفرنسية اخترتها في البداية، وها هي واجهة البرنامج كلها باللغة الفرنسية، والإخوة لهم كامل الصلاحية في اختيار اللغة التي يحبونها والتي يفضلون التعامل معها. إذا قلت أدرجت الآن مقطع موسيقي خفيف، موسيقى خفيفة ستواكبني أثناء الشرح، واخترت مقطع فيديو تعليمي توضيحي لتلامذتي. الآن أود أن أضيف الشرح لهذا الفيديو لأنه هو بدون صوت، سنجد فقط العناوين تكتب بدون صوت. إذا قلت نقصد كومونتير فوكو، كومونتير فوكو يعني تعليق صوتي بالإنجليزي، ماذا نسميه؟ يعني كورد فويس إن صح التعبير؟ تسجيل صوت، ريكورد فويس. إذا ننقر على رمز الميكروفون، تظهر لنا هذا الزر الأحمر. لأن يعني قبل الضغط عليه نتأكد من أن الصوت كما تلاحظون هذا المؤشر في الفوق، يعني الصوت الميكروفون جاهز والصوت مسموع. إذا نضغط على كومونسي ونبدأ. تلاميذتي الأعزاء، سنتعرف في هذا الدرس على أوفيرتور دان تكستور أو دوكيمون تكست، موديفيكاسيون دان دوكيمون، انسيرسيون دي زوبجي، ثم أوتخ ميز أون فورم إي ميز أون باج، وفي الأخير بروسيدور دو سوفغارد دو ترافاي. ثم أوقف هذا التسجيل الصوتي. ممكن أن أعطيه اسما هنا إن شئت، مثلا فويس مثلا واحد،
ثم الحفظ. وهو مباشرة يضع لي هذا المقطع الصوتي في شريط تايم لاين كما تلاحظون، إضافة فوق الفيديو. نشغل لنسمع إلى أي حد تم. تلامذتي الأعزاء، سنتعرف في هذا الدرس على أوفرتور دان تكستير أو دوكيمون تكست، موديفيكاسيون دان دوكيمون، إنسيرسيون دي زوبجي، ثم أوتر ميز أون كونت إي ميز أون باس، وفي الأخير بروسيدير دو سوفغارد دي ترافاي. جيد. شكرا عندك معذرة، مش مشكلة يا أستاذ، إن شاء الله خير. ممكن ترد تخرج وترد تدخل، غير مكانك، قرب على مكان الإنترنت، تكون مشكلة مرات إما من الإنترنت أو من الميكروفون. بالنسبة للإخوة والأخوات الذين تحدثوا عن اللغة الفرنسية، هي فقط للتجريب، لوضع مثال فقط. أما كما قلت سابقاً، فيمكن لكل أخ أو أخت استعان بلغة تدريسه يمكنه توظيفها لإنتاج فيديوهات تعليمية، ليس هناك أي إشكال. وإن كان هناك بعض المصطلحات فهي فقط هذه بعض تقنيات تقاسم. السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم في تقاسم، تفضل كمل. نعم أستاذة تفضلي. أنا هلأ ثبت الكامتازيا، فيديو شرح الأستاذ أول خطوة. نعم ممتاز، ما شاء الله عنك. طبعا الأستاذة مريم من موريتانيا يا أستاذ بتابعنا، فهيها مبارك لها ثبتت البرنامج، مبارك ما شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. بارك الله فيك. إذا بالنسبة لتشغيل الشاشة، نضغط أول مرة، نود تسجيل عمل مثلا قمنا به على مستوى شاشة الحاسوب، ونود تسجيله لكي نقوم بالمنتج بعد ذلك على مستوى برنامج كامتازيا. قال لنا فريد مثلا أنني سأتحدث مع الطلبة مثلا لنا فريد أنني سأستعين بالكاميرا الشخصية لكي أضيف فيديو إلى الفيديو الذي أتحدث مع تلميذنا. إذن سأضيف بعد الإضاءة معدلة. جيد. ثم أكون مفعلة خاصية إيكرون، يعني الشاشة تكون مفعلة، ثم أضغط على تسجيل ريكورد. مثلا لدي درس مثلا على مستوى الوورد، مثلا سنحدد التلاميذ على فتح او كتابه نص على مستوى تطبيقات الاوفيس اللي هو الوورد مثلا. نافذه نتحدث مثلا في الوورد، نود مثلا بالنسبة للتلاميذ أن نلقنهم مهارات تحرير النصوص والكتابة على مستوى مايكروسوفت وورد. لأن نكتب مثلا فقرة معينة، ثم من قائمة أكوي نختار مثلا ثم حجم الخط نتحكم فيه من هذه الخانة من خلال هذه الأ صغيرة، نضغط عليه إذا سئلنا التكبير، ثم نضغط على زر العودة إلى السطر في لوحة المفاتيح، ثم نحدد النص الثاني ونختار له موقعا في الوسط أو على اليمين، ثم نختار له اللون المناسب ونختار له مثلا نوع من الخط من هذه القائمة ونكبر كذلك كما فعلنا في العنوان. بالنسبة لإضافة أشكال هندسية، يمكننا الاستعانة بقائمة انسيرسيون، ثم نختار الأشكال التي بعد ذلك يمكن تزيينها، ويمكن التخلي عن الخلفية والاكتفاء فقط بالكونتور، وهذا الكونتور نفسه يمكن مضاعفة حجمه إن شئنا،
وبعد ذلك وقبل أن نقفل هذا العمل نذهب إلى فيشي ثم أنغوجيستري، نختار له اسما ثم نختار له مكانا أو مجلد، وبعد ذلك نضغط على أنغوجيستري ويضع لي هذه المادة، وهذا العمل الذي سجلته يضعه مباشرة في شريط التايم لاين كما تحدثنا عن ذلك منذ قليل. إذن كما تلاحظون لدينا الآن فيديوهين، الفيديو الأول فيديو الشرح كما تلاحظون يأخذ الشاشة بكاملها، والفيديو الذي أتحدث فيه مع تلامذتي هو في الأسفل على اليمين. يمكن تكبيره طبعا من خلال هذه النقاط التي تحيط به سواء تكبير أو تصغير، ثم يمكن تحريكه في أي مكان شئت، يمين أو يسار أو أعلى الشاشة. كما يمكن الاكتفاء فقط بمنطقة معينة مثلا، تخلي عن هذه الجوانب أو جعله على شكل دائري كما سنرى بعد قليل. بالنسبة للشرح أود أن أقطع هذه اللقطة الأولى مثلا، أشغل كما تلاحظون الصوت هنا غير واضح، بالتالي سأستعين على التسجيل بعنصر آخر أو ميكروفون آخر خارجي. آنذاك يمكن الاستعانة بتطبيق إيريون ويب كام، يمكن كتابة إيريون في جوجل وسنحصل على هذه التطبيق الذي من خلاله أستغل أو أستخدم الميكروفون وكاميرا الهاتف في الحاسوب. إذن لنفرض أننا مثلا سأود الشرح من هنا، يعني هذا المقطع الأول سأحذفه، يعني لا حاجة لي بهذا المقطع الأول، إذن إلى هنا، هنا سيبدأ الشرح. إذن لدي طريقتان، الطريقة الأولى للتخلي عن هذا المقطع هي كالتالي: أسحب الشريط من اليمين نحو اليسار هكذا، كذلك بالنسبة للشطر الثاني لكي يكون متوازيا، ثم أعيدهما إلى البداية، وهكذا أكون قد تخليت عن أو نقص بعض الزوايا. كذلك بالنسبة للنهاية، انتهى الشرح هنا حينما ضغطت على أنغوجيستري، هنا انتهى الشرح. إذن نفس الطريقة، أسحب الشريط المتبقي إلى حدود هنا، ثم نفس بالنسبة للثاني. هذه طريقة طبعا نحتاجها في القطع. هناك طريقة أخرى يمكن أن نتخلى بها عن الزوائد، هي كالتالي: استثمار هذه الجنبات، جنبات المؤشرين معا الأحمر والأخضر، ثم ننقر على المقص، زر المقص، فنتخلى أو بذلك نكون قد تخلصنا من هذا الجزء. للعودة إلى بداية الفيديو، لا داعي لأن نعيد بالشريط هذا ما يسمى بقارئ الميديا، يمكن أن نعيده بشكل يدوي إلى اليمين، أو أن ننقر على هذا الزر ليعيدنا إلى البداية، وهذا الزر الذي يقابله يحيلنا على نهاية الفيديو. الآن نضيف النصوص، مثلا أذهب إلى أنوتاسيون ثم أختار النص الذي لديه خلفية أو النص الذي ليست لديه. إذا نختار النموذج الأول، أسحبه على الشاشة، يكفي أن ننقر ثلاث مرات على مكان الخط، ثم نكتب درس عن تحرير النصوص، هذا العنوان يمكن تغييره كالتالي. إذا نذهب إلى الخصائص كما قلنا بروبريتي، لأنه هو الآن هو العنوان هو المؤطر، هو الذي ضللته أو هو الذي حددته لأقوم بالتغييرات عليه. إذا بالنسبة للحجم أغيره من طاي
أصغر وأكبر حسب المرغوب فيه، ثم أختار اللون. مثلا لون يناسب الخلفية، مثلا لنقل الأخضر مثلا، ثم الخلفية مثلا هكذا إن شئنا. بالنسبة للكونتور يعني وحجم هذا عفوا المحيط الذي يحيط بهذا النص، يمكن أن أغير لونه كذلك، وإن شئنا نتركه كما هو عليه، ليس هناك شيء. النوع الخط نختاره من نعود إلى هذا الأ، ثم نختار من هذا السهم الذي بجوارها، يعطينا قائمة النصوص التي سبق وأن أدرجتها أنا في نظام التشغيل. مثلا نختار خط تجول مثلا، ثم أصغر الحجم. جيد، ما زال الصوت مسموع والصوت والشاشة متقاسمة بشكل جيد أستاذة الشوقية؟ ممتاز. نعم. ممتاز. الآن انضمت لنا مشكورة حبيبتنا ومدربتنا الغالية الأستاذة خولة مريج، ستتابع معنا إن شاء الله. تفضل. مرحبا. شكرا أستاذة الذين انضموا إلينا. إذا قلت الآن هذا النص أود أن يظهر مثلا في الوسط، ليس في البداية ولكن بعد مرور بضع ثواني في الدرس ثم يظهر النص. طريقة ظهور هذا النص لا أريد أن تظهر هكذا مفاجئة، وإنما يمكن إضافة بعض المؤثرات الخاصة بظهور هذا النص. هذه المؤثرات طبعا نجدها في Transition، نختار مثلا فوندي، مثلا هذه أسحبها في بداية النص. الآن نكبر لكي أقوم ببعض التقنيات. هذا مدة هذا التكبير والتصغير المؤثرات البصرية يظهر من خلال البطء، يعني عند بداية النص إذا أردت أن أطيل في المدة، مدة هذا المؤثر أكبرها من هنا، وإذا أردت أن تكون قصيرة جدا أعمل على أن تكون هذا الحجم صغير جدا. إذا نجرب دائما. جيد. إذا أردت أن أقوم بنفسي بالنسبة للنهاية أسحب واحدة أخرى فوندي في نهاية النص، وهكذا يبدأ النص ثم يخرج كما بدأ في البداية. جيد. إذن نعود دائما إلى موضوعنا. الوقت أستاذة شوقية كم وصل لدينا لكي نترك للإخوة مجال الأسئلة؟ المجال هناك العديد مما يقال هنا في ما زالت هناك العديد مما يذكر في الدرس، ولكن نود أن نترك للإخوة فرصة لطرح الأسئلة، لا نود أن نهجم على وقتهم. أستاذة شوقية. أستاذ السلام عليكم. يعني معك هو بدل اللقاء على الساعة 5، عادة اللقاء بيكون ساعتين، يعني معك حوالي أقل تلت ساعة. تلت ساعة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نعم نعم. إذا نعود الآن إلى الفيديو. كما تلاحظون لدينا الآن فيديوين، فيديو الدرس في الأسفل وفيديو الذي أتحدث فيه في الأعلى، هو هذا. إذا كلما رغبت في تعديل فيديو معين نقوم أولا بتحديده كما فعلت الآن. ربما يظهر لكم على مستوى الشاشة أن الفيديو المحدد هو الفيديو الأصلي وفيديو الشرح. إذا أردت مثلا أن أقتطع جزءا من الأسفل، مثلا هذه لابارديتاش، يعني هذه العناصر والأيقونات في الأسفل، لا أود أن يراها مثلا طلبة لأنها ستكون عنصرا مشوشا، بالتالي يمكن أن أقوم بما يلي، نضغط على عامل الغنية التي ذكرته في البداية، ثم يصبح هذا الحيز الأزرق، أصعد به إلى أعلى ثم أفعل بهذه السهم وأنزل هذا
إلى الأسفل باستعانة بالشيب طبعا في لوحة المفاتيح. هذا بالنسبة للفيديو الأول. بالنسبة للفيديو الثاني، هذه هو فيديو الشرح أو فيديو الذي أتحدث فيه، يمكن كذلك التعديل عليه من خلال أنوتاسيون، ثم أختار تو، وفي الأسفل أختار دائرة، أختار هذه القرص مثلا، أضعه فوق صورتي وأنا أتحدث، بهذا الشكل، أحرص على أن يكون اللون بهذا الشكل، ثم غونيي، نفس الشيء أقوم به على مستوى الفيديو الأول والفيديو الثاني. فقط لتقريبي طلب منا فقط لإضفاء نوع من الحيوية ولأكون قريبا من طلباتي وتلامذتي. أما أحيانا يكون الدرس إذا أخذ الدرس شاشة بكاملها لا حاجة لظهور صورة الأستاذ، خاصة إذا كان النص أو العناوين والأمثلة الملصقة كثيرة جدا. إذن الآن نمر إلى تقنية أخرى. إذن قلنا بيبليوتيك نختار منها الأصوات، غالبا مقاطع موسيقية في الفابوريت، ليست لدي فابوريت، لأن إذا أردت أن أضع الفابوريت هنا أختار أي جميع الأدوات التي أشتغل بها أضعها ضمن الفابوريت وألجأ إليها كلما احتجت إليها. في الأنوتاسيون قلت نختار الكتابة وكذلك المؤثرات البصرية كما قلنا. هنا التمويه، يعني عنصر التمويه، إذا أردت أن جملة مثلا من النص أو بعض الصور لا أريد أن يراها التلاميذ أو الطلبة يمكن الاستعانة بهذا، سأضيف صورة لكي يبدو لنا هذا الأمر. مثلا أقوم مثلا باستعانة بهذه، مثلا هذا النص لا أريد أن أظهره في البداية، عنصر من تشويق مثلا، أتحدث للتلاميذ ثم بعد ذلك أكشف لهم عن النص، مثلا نقول ما هو موضوعنا لهذا الدرس اليوم، سنتحدث عن ماذا، وقد قلنا سابقا أن تعدوا مثلا واجبا منزليا بخصوص كذا وكذا. وحينما نستمع إلى آرائهم وتمثلاتهم آنذاك يمكن تشغيل الفيديو ثم يظهر عنوان الدرس. نعود إلى نوع آخر، هذا العكس. إذن هذا بالنسبة لتمويه جزء من النص، هذا العكس يعني يموه ما تبقى ويوضح النص فقط الذي نود الاستغناء عليه، لكن هذا إذا كانت الخط طبعا واضحا كما هو شأن بالنسبة لي تحرير، تحدث عن درس عن تحرير النصوص مثلا، كل ما تبقى يكون بشكل مموه، ولكن النص الأصلي هو الذي نود التركيز عليه، أو الكلمة أو الموضوع الدرس أو مكان في خريطة معينة أو حساب من عملية من عمليات رياضية إلى غير ذلك. نعود إلى الآن تقنية الزوم، إن شئنا أن نستعين بها فنختارها من أنيماسيون. مثلا نتحدث ونصل إلى نقطة معينة مثلا نود التركيز عليها، إذن هنا سنقوم بعملية الزوم مثلا على رمضان مبارك مثلا، رمضان مبارك سعيد مثلا، ثم بعد ذلك نعود إلى الشكل الطبيعي وثم نعيد القراءة. إذا رأينا أن هذا الأمر الزوم سريع جدا والعودة إليه كذلك يمكن أن نبطئها. كيف لنا أن نبطئها؟ ندفع السهم الزوم، هو الذي الآن هذا السهم الأول هو سهم الزوم الأولي، ثم هذا السهم الثاني هو سهم العودة إلى الشاشة الأصلية. إذا نكبر من خلال هذه النقاط التي ترون، كذلك
نفسي بالنسبة لي عودة، أنا أود أن تكون الرجوع إلى الشاشة الأصلية بشكل بطيء، ونعيد القراءة دائما من البداية. ثم العودة إلى شاشة البداية. إذن التقنية زوم نجدها دائما في أنيماسيون كما تلاحظون. لفيدو كيغسوغ، يعني إذا أردت مثلا أن أؤشر على مكان معين، أنا بصدد شرح للتلاميذ وأود الاستعانة بزر الفأرة بلون معين. كذلك بالنسبة لكومنتير بوكو كما قلنا في البداية، تعليق صوتي إضافة تعليق على نص معين مثلا لدي مقطع فيديو بدون صوت، أو الصوت فيه يتحدث بلغة أخرى أو بلغة معقدة لا تتماشى مع مستوى تلامذتي، يمكن أنا ذاك أن أستعين بتعليقي الشخصي، أستعين بالفيديو التعليمي مثلا، ولو أن الميكروفون ميكروفون الحاسوب لا يشتغل أن تفادينا به الصدى. يمكن أن نختار فيديو آخر مثلا. مثلا هذا الفيديو، مثلا هذا الفيديو يتحدث عن الماء أو أهمية الماء أو مصادر الماء مثلا، لكي يأخذ الشاشة بك. غالبا حينما نلتقط بعض الفيديوهات بكاميرا الهاتف أو بأجهزة معينة يكون حجمها يواكب ذلك الجهاز، مثلا إذا أردت المونتاج هذا الفيديو، إذا أردت منتجته على مستوى الهاتف بالبرامج التي تحدثنا عنها سلفا ليس هناك إشكال، ولكن على مستوى الحاسوب كما تلاحظون الحجم غير مواتي للشاشة، ولكن كيف يمكنني أن أقلم مع هذا الحجم بوضع زر البقرة الأيمن على الشاشة ثم أختار متر على الشيء ويأخذ الشاشة بكاملها ثم أشغل الفيديو. جيد، الآن سأضيف تعليقي الشخصي أو تعليق شخص آخر، يعني فيديو وسط فيديو ميديا، ثم أختار مثلا هذا المتحدث. أضع الفيديو فوق الفيديو الأول، نفس الطريقة ما يدخل الشيء لكي يأخذ حجم الشاشة بكاملها، الآن ظهور الفيديو الخلفي، نود أن يظهر لنا خلف الأستاذ الذي يشرح، طريقة بسيطة كذلك. نذهب إلى ترانزيسيون والأنيماسيون بليس في فيزيوال، ثم نختار سيبريسيون دي كولور، أضعه فوق الفيديو مباشرة. طبعا نلاحظ أن ما زال هناك بعض اللون الذي يحيط بجنبات الفيديو الثاني، يمكن التخلص منه من خلال بروبريتي الخصائص هي التوليرانس هكذا أفضل، ثم جيد هكذا أفضل، ثم نشغل الفيديو. إذا كنا نتحدث مثلا عن الكرة الأرضية، أو إذا كان المتحدث عن الكرة الأرضية، نود أن يكون الفيديو الثاني مثلا مزاحا على اليمين أو اليسار، بكل بساطة يمكن إزاحته بهذه الطريقة. كما يمكن التخلي عن هذه الأشرطة السوداء كما قلنا كما سترون،
جيد، إذا سنحاول التخلي عن هذه الشريطين في الأعلى وفي الأسفل عن طريق روني كما قلنا منذ قليل، كما فعلنا منذ قليل مع الفيديو السابق هكذا، ونفعل بهذا السهم ثم ننزله إلى الأسفل ونعيد تشغيل نتعمد إغلاق الصوت لأنه حتى لا يكون مزعجا لنا أثناء الشرح. جيد، بقي لنا نقطة أخرى فيما تبقى من الوقت، هو إزالة مثلا بعض العناصر المشوشة أثناء الشرح. مثلا نختار صورة، مثلا صورة أستاذ، مثلا يكون أثناء الشرح في نزيل هذا العمل هذا أيضا، لنفرض أنه فيديو مثلا، هذه صورة سنحاول التخلص من جميع الزوائد في اليمين واليسار فوق أعلى وأسفل. إذا كما تلاحظون في الجانب الأيمن للأستاذ هناك زر الكهرباء، نود التخلص منه، يعني لا نود أن يظهر أثناء الشرح. الأمر كذلك في غاية البساطة، نستعين بصورة مماثلة لنفس الفيديو أو الصورة، نختارها من هذا الزر، لدينا هنا زر الكاميرا كما تلاحظون، نقرأ واحدة وتعطينا صورة. إذن في الأسفل لنفرض أنه فيديو، وفي الأعلى هذه الذي في الأعلى هي صورة. إذن يكفي فقط أن نعيد ما غونية، يعني نفس العملية التي تحدثنا عنها، نختار الحيز الأقرب إلى هذا الزر الكهرباء لأنه يكون مماثلا لا من حيث الإضاءة ولا من حيث اللون كما تلاحظون الآن، ثم نسحبه فوقه بشكل بسيط هكذا، ونكون قد تخلصنا من هذا العنصر المشوش ببساطة. فقط نمدده، إذا شغلته الآن سيستغل لفترة ثم يظهر ثانية كما تلاحظون الآن. يكفي فقط أن نمدد هذه الصورة على طول الفيديو. إذن هذه تقنية التخلص من عناصر مشوشة على مستوى الصورة. الآن بالنسبة للصوت، إذا كان الصوت مثلا مزعجا، نعود إلى مسألة الصوت. هذا الكومنتير بوكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، اليوم سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، والأمر يتعلق بالماء. أوقف تسجيل الصوت. الصوت مثلا الذي هنا في خانة تايم لاين، وحينما أستمع له مثلا أسمع ضجيجا ينبعث من الحاسوب، لأن التسجيل يكون على مستوى الحاسوب. إذا كان ميكروفون خارجي ليس هناك إشكال، فنحن سنقتني نتوخى الجودة طبعا في الأجهزة إذا أردت أن تكون لي مواد في مستوى الاحترافية، فيستحسن أن نقتني دائما المواد السمعية المرئية والأجهزة في مستوى المطلوب. إذا كان الصوت منبعثا من الجهاز، طبعا هذه العملية التي أقوم بها الآن هو تكبير أو هو رفع من مستوى الصوت وخفضه. لكن بالنسبة للصوت المزعج، أو إذا كان هناك ضجيج مواكب، يمكن التخلص منه على الشكل التالي. إذا إفي منذ قليل اخترنا إفي فيزيوال، الآن سنختار إفي أوديو. يعطينا هذه الواجهة، نختار منها سيبريسيون دي بروي، يعني حذف المشوشات. يكفي أن نسحبها نحو المقطع الصوتي فتخلصنا من الضجيج المواكب. طبعا ضجيج على مستوى الجهاز وليس ضجيجا يأتي من خارج، إذا كان بجانب صداع أو ضجيج الذي ينبعث من خارج المنزل فهذا أمر لا يمكن التخلص منه. هذه العملية تنفعنا فقط في الضجيج المنبعث من الجهاز. الكتابة تحدثنا عنها منذ قليل، وتحدثنا عن الكتابة بدون بخلفية. طبعا الآن نجرب كتابة بدون خلفية. مثلا
هذا الخط مثلا نختاره مثلا في الوسط مثلا نختار له شكل أو عفوا نوع من الخط خطوط عربية كثيرة ولكن لا بأس فارسي ديواني الخط غير موجود نختار نوعا آخر جيد نختار مثلا صورة في الخلفية دائما نعود إلى الملتيميديا ثم نبحث من خلال امبورتي ان اليمون صور مثلا بيزاج مثلا اختاروا صورة الأهرامات ثم نضعها هكذا إذن عملية المونتاج يعني نفس ما نقوم به على مستوى الصوت والصورة نقوم به كذلك على مستوى الفيديو فقط يمكن بالنسبة للفيديو هناك بعض التقنيات التي يمكن إضافتها هي مثلا حينما يكون الصوت غير مرغوب فيه أنا ذاك يمكن حذفه التخلص منه مثلا حينما نضع مثلا هكذا سيبريمي أوديو كوبي الأوديو يعني قطع هذا الصوت ثم تعويضه بصوت آخر كوبي الأوديو كذلك يمكن الدمج يعني دمج الصوت مع صورة من خلال تحديدهما معا مثلا هذا النص مع عفوا النص مع الصورة يمكن دمجهما معا من خلال جروبي وهكذا إن كان هناك من إذا كان تبقى من الوقت ما يكفي أستاذة شوقية إذا كنت تسمعينني نعم أستاذ إيه. الصوت يعني تمام الصوت أستاذ يعني خلاص هيك أنهيت ولا شو الوقت كم تبقى من الوقت باش خلص الوقت هلا إذا فترة الأسئلة إذا ممكن 4-5 يمر الوقت كمان كالدقائق يعني إذا في إشي مهم حابب يعني تحكي لهم عليه يعني ما بعرف يعني ممكن يعني إنه شو اسمه إذن نعطي فرصة للأصدقاء تفاعل ونتفاعل مع أسئلتهم أنا ذاك يمكن إذا كانت هناك فرصة لإضافة أسئلة قويمية عن طريق على شكل لعبة تعليمية نقوم بتقاسمه معكم إن شاء الله نرى الإشارة تمام يا ريت اللي عنده سؤال يرفع اليد وهيني أنا حطيت رابط الشهادة يا ريت تتعبوا عشان تحصل على شهاداتكم هيو على الشات اللي عنده سؤال أول إشي يعطيك العافية أستاذ ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ما شاء الله المنصة جميلة جدا والشرح رائع إذا هناك في سؤال يا ريت تسأله الأستاذ السلام عليكم يعطيك العافية أستاذ ما شاء الله تبارك الله أبدعت الله يجزيك الخير على كل معلومة قدمتها وشكرا لزميلتي خولة مريش اللي انضمت إلنا التابع معانا وبشكر كمان الحضور وزي ما تفضلوا أي سؤال الآن بإمكانكم تسألوا أنا بتابع فيكم تفضلي أستاذة خولة شوفي إذا حدا رافع إيده نعم هيني أنا يعني بتمنى بصراحة يعني أستاذة شوقية لو رفع اليد من باب نسمع الصوت مش أكتر شوفي أستاذة هدوء اسمعي مرات ما بيرفع الصوت قد ما بتكون الورشة رائعة وفهموها واستوعبوها كمان بس ياريت برضو يبعثوا له إيموجيز هيك يعني إنه فهموا انبسطوا على الورشة وتشجيع له
هي أنا شخصيا حضورهم وسفرهم معنا أفضل إيموتيكون. الله يكرمك يا أستاذ إن شاء الله. ويعذرونا على الانقطاع المفاجئ. مشكلة عادية تعودنا. طبعا أستاذ عبد الحكيم هاي شهادات من فريق نحن المبادرون نحو القمة من الأستاذة شوقية، فبارك الله في جهودك وما شاء الله ربنا يزيد كل الخير يا الله. فمقدمة من فريق نحن المبادرون نحو القمة. جزاك الله ألف خير، بارك الله فيكم، يحصل لي شرف. ألف مبارك شهادة سفير الفريق، نفخر بأمثالك أستاذنا الكريم عبد الحكيم الفتوحي، ونود أن نمنحك من نحن مبادرون نحو القمة إن شاء الله شهادة سفير الفريق، فأهلا ومرحبا بك، وهذه شهادة شكر وتقدير على جهودك بإذن الله مقدمة من فريقنا، بالإضافة إلى سفراء للتطوير المهني من تركيا بإذن الله، فأهلا ومرحبا بك وألف ألف مبارك. بارك الله فيك، إذن أستقل الطيارة لأخذها ورقياً إن شاء الله. الله نعم، ونصلي في القدس ونسلمك إياها هناك أمام المسجد الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى ولي ما أستاذة قولة أنا طلبت الكلمة لأنه الناس الكل يعني ساكتين وأظنهم خجولين هكا، لكن بالفعل هي ورشة ممتازة جدا جدا، وبالفعل معناها مجهود طيب وأكثر من ممتاز. شكرا لك أستاذنا الغالي ومدربنا الممتاز من المغرب، يعطيك الصحة وبارك الله جهودك، شرح واضح وإن شاء الله يا ربي نكون طبقنا إن شاء الله كل المراحل اللي قدمتها لنا ونفعلوها في دروسنا مع تلامذتنا. أستاذة خولة أيضا أنا حبيت نقول لك إن شاء الله رمضانك مبروك، وإن شاء الله يا ربي دائما متألقة، ونحب نشكر زيدا المرة أخرى الأستاذة شوقية على هذه الورشة الممتازة، وإن شاء الله يا ربي يبارك جهودكم، وإن شاء الله يا ربي دائما في التميز، ورمضانكم مبارك على الجميع. شكرا لك يا أستاذة علياء وبارك الله فيك على هاي المداخلة، وإحنا بدورنا بنشكرك على سماعنا لصوتك، أهلا وسهلا فيك. يا عفو يا حبيبتي، وانا زيدة فرحانة برشا اللي انا تواجدت معاكم، عندي مدة ما ندخلش برشا للتدريبات، لكن لما شفت تدريب الأستاذة شوقية على الكانستازيا دخلت، وفرحانة برشا بوجودي وبسماع الأصوات هذه اللي تخليني بالحق نفتخر بوجودي بينهم، الخاطر بدايتي كانت مع الأستاذة شوقية، وانا بالحق نفتخر برشا بهذية. ان شاء الله يا ربي ديما متميزين، وإن شاء الله على درب التميز الدائم، لأنكم بالفعل قدوتنا، وإن شاء الله يا ربي مرفوعين يا ربي الرأس ديما، ورافعين بكم ريوسنا للأمام، وخاطر تفيدوا في يعني عندكم دور فعال بالحق في تطوير التطوير الرقمي، نحكي التطوير الرقمي والتكنولوجي للتعليم. وأنا شخصيا معني استفدت الكثير 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 منكم، وتعلمت فعلا الكثير، والحمد والشكر لله، وإن شاء الله يا رب يزيدنا علم ومعرفة لنفيد غيرنا أيضا. أشكرك يا أستاذة خولة وربي يحفظك، وإن شاء الله يا ديما 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 هكا نسمع صوتك زيدا عيشك. تسلمي لي أستاذة علياء، والله شرف إلنا إنه أهل تونس يكونوا معنا دائما، وإحنا بنتشرف بوجودكم بكل دقيقة وبكل لحظة. شرفتينا أستاذة علياء حبيبة قلبي. مين رضى عنك يا رب، كل عام وإنت بألف خير وأهل تونس بخير، وأكيد بكرة عندكم رمضان زينا، ما بعرف إذا أنتوا بكرة راح تصوموا معنا ولا لا. نعم غدا رمضان، أهلا الله علينا بالخير واليمن والبركات، وأهلا على جميع الدول العربية الإسلامية
بكل خير وصحة يا ربي، وكل الحضور يا ربي من تونس لفلسطين للمغرب لبقية لليبيا الجزائر كل المغرب العربي لكل الدول الإسلامية يا ربي ينعاد عليهم بالصحة والسلام والأمن يا رب العالمين. شكرا لك أستاذة خولة، سامحوني كان كثرت عليكم عاد. لا على العكس تماما، بارك الله فيك أستاذ عليا. إذا حد بيعمل مداخلة تانية للأستاذ عبد الحكيم، نعم يا ريت. نعم تفضل أستاذ. فقط نقطة كنت أود تقاسمها مع الأصدقاء، سأعيد تقاسم الشاشة. تفضل. الآن ممكن أن أشتغل مثلا بها بأي تطبيق كما تلاحظون، كما يمكنني مثلا تشغيل كاميرا الهاتف لتدريبهم على شيء ما، مثلا اختار مثلا هذا التطبيق، والتطبيق يمكنه فقط لوضع علبة ورقية نسميها بالماجيك يعني كيوب ماجيك، اغلب الأساتذة ربما يكون لديهم فكرة عن هذا الامر. وهذه التطبيقات نجدها حينما ننزل التطبيق الاول الذي هو باور دي بي دي، نتاكد من ربط من لا سينكرونيزاسيون يعني ربط الهاتف مع الحاسوب من نفس شبكه الواي فاي، وانا ذاك يمكنه تشغيل. تظهر العلبه الان على شكل مكعب، أستاذة شوقية أو أستاذة جليلة خولة. نعم 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 يظهر أستاذ. نعم إذن أنا يمكن أن أشرح للتلاميذ مثلا طريقة الكتابة والأزرار في لوحة مفاتيح من هنا أو هناك، كما يمكنني مثلا وضع هذه العلبة التي تحت من باب إدخال المرح، مثلا أضع هذه العلبة في البيت مثلا، هي علبة مجرد علبة كما تشاهدون، لكن حينما أضع تظهر هذه المكان الجميل عبارة عن غرفة، ويمكن أن مثلا هذه غرفة نوم في التعبير الكتابي مثلا لأطفال صغار مثلا التلاميذ الابتدائي، كذلك من الناحية الأخرى أو ننظر من فوق إلى الغرفة سجادة كذا، ثم الحديقة أمام البيت من اليمين أو من اليسار هكذا، علما أن هناك تطبيقات أخرى هي مجرد علبة كما تلاحظون. كما يمكن الاستعانة بتطبيقات أخرى التي تبين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وجهاز والدماغ وغير ذلك من التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها في هذا الصدد. هذه فقط لبعض التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها لإضفاء الجو من المرح والتلعيب داخل الفصل مستخدمين وسائل التكنولوجيا الحديثة طبعا. وأنا رقم الهاتف سأضعه رهن إشارة جميع الإخوة والأخوات من أراد أن يتواصل معي على الخاص للاستفادة من مجموعة من الدورات التكوينية، ليس فقط هذه التي على مستوى المونتاج، يعني أي شيء حتى المشاريع الشخصية للتلاميذ والأمور التي ذكرتها الأستاذة شوقية مشكورة في البداية، فنحن وراء الإشارة وسعداء بتقاسمها مع جميع أشقائنا العرب في جميع الدول العربية وعلى الرحب والسعة، وأشكركم مرة أخرى على صبركم وتكبدكم هذا العناء للاستماع طيلة هاتين الساعتين، وشكرا مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام طيبين وانت طيب. أحسنت أخونا المحترم، شيء رائع، ربنا يبارك فيك ويجعل في ميزان حسناتك، وكل المجموعة بخير وبسلام صحة وبسعادة، ربنا يبارك فيك، كل عام وانتم طيبين، الله يبارك فيك. اللهم آمين. ألف شكر. شكر موصول لكم على تواصلكم. الله يبارك فيك، بالتوفيق دائما. يا ربي آمين. وانت طيب أستاذ طلعت. الله يخليك، الله يبارك فيك. رمضان كريم إن شاء الله.
علينا جميعا ان شاء الله يا رب. كل عام وانتم بخير يا رب. انتم بالصحه والسعاده. نعم استاذ تفضل. اذا بقي دقيقتين او ثلاث دقائق للاخوه اذا صبروا معنا يدخلون الى الجوجل يكتبون كاهوت نود استثمار هذه التقنيات في اضفاء جو. نقوم بالتقويم التشخيصي كما فعلنا بالبدايه، تقويم تشخيصي عن طريق مسابقه الكترونيه لعيبيه، وكذلك في نهايه الحصه يمكن ان يكون التقويم كذلك بطريقه لعيبيه. اذا يدخل الاخوان على الكاهوت، انا ساتقاسم معهم الرابط، الرابط على الشات، رابط الموقع. لم يظهر بعد. ماشي ايوه تمام. غيعطيكم الكود، نكتب في الخانة الأولى نكتب الكود بين هذا 257-39-30، وفي الثانية الخانة الثانية التي ستظهر نكتب الاسم. ومرحبا بالأربعين والخمسة وأربعين الأولى. أستاذ خالد مرحبا، أستاذ إيمان مرحبا، نجاة أمشيري لا يفتح معنا. نجرب مرة وثانية، مرة أولى وثانية. أستاذة زكية مرحبا، كم عدد الحضور أستاذة خولة لحد الساعة مشاركين في اللقاء ككل؟ 38 أستاذ. جيد، إذن تتسع لهم القاعة بكاملين. نضيف اثنين آخرين أو ثلاثة ونبدأ اللعبة. هم يعني على معرفة بهاي اللعبة أكيد يعني. جيد لن يضعوا مشاكل. إذن عندنا نيفن 2 4 6 8 10 12، ما تاخذش لنا تقريبا 3 دقائق أو 4. تقويم مكتسبات العرض كامتازيا على بركة الله. السؤال الأول، هذه مسابقة تقويم مكتسبات المعرفية حول برنامج إيش؟ أدوب بريمير ولا كامتازيا ولا باوربوينت ولا أدوب أفتر إفكت؟ ضغط بزر بسرعة. 6 أجوبة، 7 الدقائق والثواني تمر، 8 أجوبة، 9 انتهى الوقت، 6 أجوبة صحيحة. جميل، نمر السؤال الثاني مباشرة. في الرتبة الأولى زكية، ثم خالد، ثم فتيحة، ومعنا مروة فاروق وطلعت في البوديوم. نمر سؤال ثاني بسرعة. سؤال اثنين، من أهداف المسابقة تعزيز المهارات التالية: إدماج معلوميات في التدريس، أو معرفة طرائق التدريس الحديثة، أو توظيف المونتاج لإعداد فيديو تعليمي، أو القدرة على التمييز بين أنواع التقويم التربوي. جواب واضح، نمر بسرعة. 10 أجوبة، انتهى الوقت، نمر السؤال الثاني أو الثالث عفوا. في برنامج كامتازيا يمكننا ماذا؟ الاشتغال على الصور، على الصور والفيديوهات، على الصوت، على كل العناصر الموجودة. 10 أجوبة، انتهى الوقت، نمر إلى السؤال الموالي. جيد، السؤال الرابع، مروة فاروق طبعا في المقدمة، خالد في الرتبة الثانية، وفتيحة في الرتبة الثالثة، ويظهر معنا جمال راشد وزكية في البوديوم. نمر السؤال الذي يليه بسرعة. ربح للوقت، يمكن الاشتغال بكامتازيا على الحواسيب والهواتف فقط، صحيح أم خطأ؟ يعني يمكن الاشتغال بكامتازيا على الحواسيب والهواتف، طبعا خطأ، لأنه يمكن فقط اشتغاله فيه على مستوى الحاسوب فقط، هناك برامج خاصة بالهواتف. التغيير على مستوى المقدمة، خالد يطلع الفوق. نمر إلى السؤال الذي يليه، برنامج كامتازيا في نسخته الجديدة يشتغل على الحاسوب إذا كانت مقوماته جيدة، صحيح أم خطأ؟ ده جواب سهل إذا ما نضيعش فيه وقت. 9 أجوبة، ننتظر الجواب العاشر. جيد، والوقت يمر. جميل جدا، كله أجوبة. الآن في السؤال الذي يليه، لسحب مواد سمعية بصرية إلى شريط زمني التايم لاين نستعين بزر الفأرة الأيمن. يمكن لنا
أن ننزل تلك المواد بزر الفأرة، صحيح أم خطأ؟ ننتظر جوابا عاشرا لك تسعة. جيد، إذن عشرة أجوبة فيها سبعة توفقوا للجواب صحيح، وهناك تغيير على مستوى المقدمة لقطع جزء من مقطع صوت أو فيديو نستعمل. إبرة المؤشر أو أيقونة القطع أو أيقونة المقص كل ما سبق للتخلص من جزء معين. العشر أجوبة مرت، نمر إلى البوديوم. طبعا ثلاث أجوبة، كل ما سبق هو الجواب صحيح وتوصل إليه مجموعة من الإخوان. ندور البوديوم هل هناك تغيير؟ طبعا إيمان سبعت مقدمة، تليها بروا ثم خالد ومريم وأخيرا جمال رشيد، هذو كلهم طبعا أوائل. في السؤال الذي يلي، إضافة كتابة إلى مشروع نضغط على قائمة، يعني إذا أردنا إضافة النصوص نذهب إلى بيبليوتيك أم إلى ترانزيسيون أم أنوتاسيون أم أنيميشن؟ طبعا الجواب هو أنيميشن، هي التي فيها الخطوط. جميل، باقي فارق في المقدمة. تغيير نوع وحجم ولون كتابة وخلفيتها يتم في خانة الخصائص في قائمة أنوتاسيون في الشريط الزمني ولا يمكن تعديله. تغيير ونوع وحجم الكتابة والخلفية وغيرها كلها في خانة ذكرناها في الدرس أو في اللقاء، وهي خانة الخصائص طبعا، والأغلب يتوفق للجواب صحيح. جميل، كانوا متابعين معنا تبارك الله. هناك تغيير على المستوى. ننظر إلى السؤال العاشر، أي عنصر نرغب في تعديله أثناء المونتاج وتحديده أولا من خلال نقر بزر الفأرة؟ هل العبارة لي صحيحة أم خاطئة؟ لا بأس، الذين لا يشتغلوا معهم لا بأس، هناك تمثيلية فقط، مشاركة دائما تكون تمثيلية، لا يمكن للكل أن يشارك على كل حال، حتى الكاهوت لا يقبل إلا 40 مشارك. 8 أجوبة صحيحة، جميل جدا. نمر إلى سؤال ما قبل، هناك تغيير على مستوى الرتبة الثانية والثالثة، جمال راشد بعد مروة فاروق ثم لطيفة نصر ونيفل. السؤال الموالي هو 11، أثناء إضافة نص في فيديو تعليمي الوضع الأنسب لها هو في أعلى الشاشة، على يسار المتحدث، عن يمينه، وسط أسفل الشاشة، يعني الخطوط أين توضع كموقع لها منطقي وبيداغوجي؟ النصوص المرافقة وسط أسفل الشاشة. الرقم أو السؤال الموالي 12، أثناء المونتاج يمكن دمج الصورة مع فيديو مع تعليق صوتي مع موسيقى خلفية، هل يجوز هذا كله في كامتازيا أم لا يمكن؟ طبعا يجوز، ممكن. مروة فاروق في المقدمة. السؤال 13، أثناء المونتاج يمكن دمج فيديو مع فيديو. ننتظر السؤال 10، نعم يجوز كذلك. مروة ما زالت في المقدمة. وفي السؤال 14، في كامتازيا توجد مؤثرات بصرية خاصة بالصور فقط، الفيديوهات فقط، الصور والفيديوهات لا شيء من ذلك. في كامتازيا الصور والفيديوهات. جميل جدا، كنتم متابعين رغم طول المدة المحاضرة. مروة فاروق في المقدمة. ونمر السؤال 15، لإضافة مؤثرات بصرية خاصة بالصور والفيديو نضغط على قائمة بيبليوتيك أم ترانزيسيون أم أنيميشن أم أنوتيشن؟ طبعا بيبليوتيك لا. جيد، نمر السؤال الموالي، خالد يتسلق نحو المقدمة. لإضافة مؤثرات بصرية خاصة بالكتابة، بالكتابة أقول، نذهب إلى ترانزيشن أم كومبورتمنت أم أنيميشن؟ هذه طبعا لم نتحدث عنها، هي كومبورتمنت. كومبورتمنت هي فيها المؤثرات الخاصة بالكتابة، لم يتبقى من الوقت للحديث عنها ولكن أشرت إليها بشكل مقتضب شفويا فقط. وجمال راشد في الرتبة الثانية، ومروة فاروق تحتفظ بالمقدمة. لإضافة تعليق صوتي نضغط على كومبورتمنت بيبليوتيك كومنتير فوكو، يعني فويس ريكورد فويس أم أنيميشن؟ جيد، سؤال أجاب عنه الجميع، بالتالي كل بقي في مرتبته. لإضافة مقاطع موسيقية نفتح
إضافة مقاطع موسيقية من الخزانة نبحث في بيبليوتيك أم كومنتير فوكو أم كومبورتمنت أم أنيميشن. 10 أسئلة. أمر سؤال جمال راشد في المقدمة وخالد كذلك، إيمان ثم مروة فاروق ونيبم. سؤال ما قبل الأخير، لتوظيف تقنية زوم نفتحها من خلال قائمة بيبليوتيك أم أنوتيشن أم أنيميشن أم كومبارتمنت. تقنية زوم في أنيميشن. للأسف بقي سؤال أخير ممكن يكون فيه تغيير في مقدمة لحد سأل إيمان ثم جمال راشد وخالد، وفي السؤال الأخير لنرى النتيجة النهائية. لإخراج مشروع على شكل فيديو نضغط على زر Exportation Animation Commentaire Vocal and Bibliothèque. Exportation. جواب ختامه مسك الكل الذي إجابة صحيحة. ولنرى البوديوم، من سيذهب لصلاة التراويح أولا؟ أستاذ خالد، ثم طبعا في المرتبة الثالثة وجمال، وفي المقدمة أو الرتبة الأولى إيمان، وتصفيقاتنا لها على هذه المشاركة الطيبة. ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في المستقبل القريب، ورمضان مبارك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، كل عام وأنتم بخير، في رعاية الله. في رعاية الله. طبعا أول حاجة نشكركم على المحاضرة، صراحة قيمة قيمة، وربست أن هنا عندنا مثل في الشبكة فما قدرت نحضر المحاضرة كاملة، ياريت لو في تنزيل شبكة على الجروب. وثاني حاجة أن الخطة على الفورم بس نعبيه ما يبيش يمسح من عصر. أستاذ أنا ما أسمع جيدا، تكلمت شوية بسرعة، لو ممكن إعادة المداخلة أو المقترح. قبل كل شيء حنشكركم محاضرة صراحة قيمة قيمة، مشكورين. طبتي يا ما كانتش كويسة عنا، يا ريت لو في تسجيل للمحاضرة كاملة ينبعت على الجروب بحيث يبدأ المرجع. سيدة شوقية إن شاء الله ستكلف بالتسجيل وسنوديع الرابط إليكم إن شاء الله. إن شاء الله. والحاجة الثانية أن الفورم بتاع التسجيل ما يجيش ينفع عنا. شنو اللي ما يفتحش؟ الفورم تاع التسجيل للمحاضرة بس اللي يسجل فيها ما يبيش يفتح. هذا هو عنده وقت محدد لما ينتهي. عليه حال، هذا ليس هناك إشكال، الأهم هو الحضور والمواكبة والاستفادة. أما التسجيل فهذا أمر له علاقة بالشهادة، يمكنك التواصل مع أستاذة شوقية أو أستاذة خولة ويمكن وجود حل لهذا الأمر إن شاء الله. مرحبا، هل من إضافة؟ الإخوة يودون أن يلتحقوا بالمساجد. تقبل الله تعالى. نعم أعتقد أستاذ. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ خالك. أهلا بك. أهلين أستاذة. أهلين بك، كيف حالكم؟ يعني أنا عندي طلب بسيط، بس أنا بسبب ضعف النت تقطعت عندي مرات، أريد التسجيل. ولا يهمك، يهمك أستاذة مريم إن شاء الله يوصلك بإذن. شكرا جزيلا. أنا والتطبيق اللي حكى عنه، تطبيق ربط الجهاز بالأجهزة. وفي الرابط يعني؟ لا لا، التطبيق تكلمت عنه، يعني يمكن شرح الجهاز للتلاميذ. باور أنا سأكتب اسمه في الشات. سأكتب اسمه في الشات، وهناك في الويندوز، هناك تطبيق في الويندوز ممكن استعانته به. أكتب فقط سو كونكت، يعني أنا سأكتب. هل يمكن أن يكون على أبل حد؟ أنت تتابعوا معي في الشاشة، لاحظوا معي في الشاشة في الأسفل في خانة البحث نكتب سو كونكت، ما أعلم حسب اللغة طبعا، حسب اللغة الذي اللغة الفرنسية، سأكتب سو كونكتي. هي تظهر كما تلاحظون، هي تظهر على أشياء حينما عليها في الهاتف. في الهاتف أضغط على في رمز إكران سان فيل. إكران سان فيل
نضغط عليه نفتحه على مستوى الهاتف فيتم فتتم رؤية كل ما هو على شاشة الهاتف تبدو على شاشة الحاسوب. هذا إن كان في آيفون أو إذا لم يكن ممكن الاستعانة بهذا التطبيق الذي قلت، ولكن هو يحدد لك دقيقتين أو 3 دقائق إلى 5 دقائق على بعد التقدير تنتهي ويجب عليك معاودة المحاولة من جديد. يعني أنا يمكنني ربط هاتف سامسونج يمكنني ربطه بالجهاز، لكن آيفون لا يمكنني. جميع أنواع فقط تنزلين التطبيق على الهاتف ونفس التطبيق ينزل على الحاسوب اللي يتم الربط بينهما، والشرط الأساس هو أن يكون معا يأخذان الواي فاي من نفس المصدر، يعني نفس الواي فاي، يعني لا يكون الهاتف من واي فاي والحاسوب من واي فاي آخر. يعني نفس مصدر النت. بس مصدر الويب النت تماما. أنا أكتب لك الاسم الآن في الشات. شكرا. ورقمكم للتواصل لو سمحت موجود، كتبته على الشات، أنا سأعود أغير كتابته من جديد. شكرا جزيلا لكم، شكرا لك أستاذ. واجب، هذا نعتبره من باب الواجب. إذا باور دي بي دي باور. طيب أستاذ. نعم باور ميرور هذا هو اسم التطبيق. تمام أستاذي. نعم تقريبا إلنا قرابة 3 ساعات وهلأ وقت صلاة التراويح في فلسطين والأردن ومصر. ما بعرف المغرب إذا أدن عندكم العشاء ولا لا. لسه لم يؤدي المغرب بعد، ولكن أنتم الأولى، يعني لا نتركوا باقين حيث التراويح لا يمكنه تعطيلها وتأخيرها. إذن نترك المجال مرة أخرى إن شاء الله ونضرب موعدة للأخوة الكريم كي لا نؤخركم عن الوقت أكثر من اللازم. أستاذي إحنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء، خلينا نسمع منك كلمة ختامية عشان ننهي إن شاء الله، تفضل. والله أنا أترك لكم الكلمة الختامية. أنا أصلا أتمنى أن أكون قد وفقت إلى حد ما في تقاسمي بعد تجربة المتواضعة مع باقي الزملاء والزميلات، آملا إن شاء الله في القريب كما قلت أن نلتقي في لقاء آخر ومع مادة أخرى. إن كان الأمر يتعلق بالمونتاج فأهلا وسهلا، إن لم يكن فهناك العديد مما يمكن تقاسمه مع الأحبة الأكارم، ومتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بألف خير. وانت بألف خير يا رب. أكيد طبعا بشرفنا إنه يعني يكون في إنا محطات تانية معك أستاذ ما شاء الله بمواد تانية، فيعني شرف إلنا إنك تكون معنا بإذن الله تعالى ضمن لقاءات مستقبلية. يعني في نهاية لقاءنا بإذن الله تعالى، نيابة عن طبعا الأستاذة شوقية لأنه هي مشغول اضطرت إنه تغادرنا، لكن نيابة عن الأستاذة شوقية طبعا أشكر الأستاذ عبد الحكيم على كل ما قدمه من مادة علمية، من مجهود، من تعب على مدار 3 ساعات ما شاء الله. هي بصراحة التطبيق بحاجة ل يعني ممكن أتوقع للقاءات تانية، لأنه هي غزيرة جداً بالأيقونات وكمان يعني ممكن الواحد لو تبحر فيها أكيد رح يبدع. فبارك الله فيك أستاذ، جزاكم الله خيراً. يعني مش يعني دائما الواحد صدقا بتعجز الكلمات عن شكر من يقدم لنا اي معلومه، لكن دائما بنقول ان شاء الله انه ربنا بيجعله في ميزان حسناتكم وبيبارك فيكم اينما كنتم وبزيدكم يا ربي من علمه باذن الله تعالى. فشكرا شكرا بحجم السماء والارض لك استاذنا الفاضل على لقاء اليوم، وبارك الله فيك. وطبعا أكيد الشكر موصول لكل من كان معنا في لقاء اليوم، كل باسمه ولقبه، من هو متواجد معنا الآن ومن هو غادرنا، فهم فعلا لهم منا كل الحب والاحترام والتقدير. طبعا لا ننسى أن نقول لكم كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف ألف خير. إن شاء الله يا ربي هاي السنة يكون رمضان يعني نشوف فيه كل الأشياء الجميلة وهدات البال للمسلمين والنصر لإلهم بإذن الله تعالى.
نهاية اللقاء نقول دعاء ونختم لقاءنا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل أستاذ إنصاف. لا، ليس هناك إشكال، تابع أستاذ، ليس هناك إشكال. شكرا حبيبتي خولة، شكرا. حبيت أشد على أيديكم أستاذة خولة وأستاذة شوقية وكل الحضور والمدربنا المحترم والغالي، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين بخير، وإن شاء الله يا رب ينعاد علينا رمضان بالخير واليمن والبركة يا رب. تحياتي الخالصة أستاذة خولة. شكرا، شكرا أستاذة إنصاف، وكل عام وأنتي وأهل تونس بألف ألف خير طبعا، وكل عام والوطن العربي كله بألف ألف خير. صحيح احنا رح نشتاق لكم، شهر رمضان رح يكون إجازة يعني أكيد يتفرغ فيها الواحد إنه يقدر يستغل وقته، وفي طبعا استغلال هذا الشهر المبارك. فبارك الله في الجميع، شكرا لكم، إن شاء الله يا ربي نلتقي على خير وهدات بال مع مدربين مبدعين مميزين بتحفونا عن جد بكتير من علومهم المميزة، فلهم منا كل الاحترام والشكر. أستاذي عبد الحكيم، نستأذنك ونقول لك تصبح على خير. السلام عليكم. تصبحون على خير وتقبل الله أعمالكم بكل خير. عليكم السلام. سلام. وأنتم بخير يا رب، وأنتم بخير. نبلغ تحياتنا للأستاذ شوقية.